وولاة أمر المسلمين فيما يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام لهم هذا الحق الطاعة. لماذا؟ لأن طاعة ولي الأمر فيها مصلحة للمجتمع، فيها مصلحة للمجتمع، استقر الأمور، تهدأ الأحوال، الناس يفيئون إلى جهة وإلى سلطة واحدة واحدة. العوام يقولون إذا تعدد الربابنة في السفينة، السفينة كان فيها أكثر من ربان، ماذا يحصل؟ تغرق السفينة، هذا يريد أن يسيرها، وهذا يريد أن يوقفها، وهذا يريد أن تتجه يمينا، وهذا يريد تغرق السفينة. فلذلك لا بد من إمام يجتمع عليه الناس، حتى ولو خالف بعض ما يقوله أهواء الناس، لأن أهواء الناس غير متناهية وكثيرة، لو أردت أن تتبع هوى كل واحد ما وصلت إلى شيء. فلا بد من جهة تحسم هذا الأمر وتفصله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح، حديث في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، على المرء المسلم السمع والطاعة. لمن؟ لولي الأمر فيما أحب وما كره، لأن الشيء الذي لا يأتي على هوى الإنسان يكرهه الإنسان، لكن إذا كان هذا في سبيل مصلحة المسلمين، وإذا كان هذا في مصلحة الدين ومصلحة المسلمين من مصلحة الدين، فإنه يجب حينئذ أن يتبع هذا الأمر حتى ولو خالف ما في نفسه. لا بد أن تسير فيما يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم. ولذلك الإمام في شريعتنا كما جاء في الحديث جنة، يعني وقاية، يتقى به المظلوم، يذهب إلى من؟ صاحب الحاجة، يذهب إلى الإمام. جنة يتقى به ويقاتل به العدو، إذا هجم العدو على البلد أو هم بذلك، من يدبر هذه الأمور؟ من يخطط لها؟ من يتخذ القرار الحاسم في مثل هذا؟ لو تركنا هذا لعامة الناس فسدت الأرض، وربما دخل العدو، لأن هذا يريد أن نفعل شيئا وهذا يريد خلافه. لا بد إذن من الطاعة في مثل هذا. على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وما كره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا هو الضابط، لأن هذا الإمام منهم، من جنسهم، من المسلمين، والمفترض فيه أنه يجمع الناس على دين الله، وأنه هو الذي يدافع عن دين الله، هو الذي يهتم لهذا الأمر، هو الذي يجمع الناس على هذا، وهو الذي يقوم بتطبيق شرع الله بين الناس. لكن لا يتصور أنه يأمر بمعصية، لو أمر بمعصية شيء مخالف لدين الله فلا سمع ولا طاعة، إنما تجب له الطاعة في هذا الإطار عندما يأمر بما يحقق مصلحة الدين وما يحفظ جماعة المسلمين. لكن لو أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة. فإذا الحكمة تقتضي طاعة ولي الأمر في طاعة الله تبارك وتعالى، في طاعة الله، يعني ما لم يأمر بمعصية، وهذا كما قلنا فيه مصلحة، وهذا لحكمة، لأنه تجتمع عليه الكلمة وتأمن به السبل، طرقات، الناس يمشون في الأرض في أطراف البلاد يمينا وشمالا، يأمنون على أنفسهم ويأمنون على أموالهم. من الموكل بهذا الذي يقوم بمراقبة هذا والذي هو المسؤول؟ ولي الأمر، فحقه عظيم على الأمة، نظير ما يقوم به وما يقدمه لها من قيامه على مصالحهم، ومن الاهتمام بشؤونهم، ومن الحرص والسهر على شؤون الدين، على شؤون الدين. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الطاعة لمن؟ لولي الأمر المسلم، لكن لو لم يكن مسلما لا طاعة، لأنه هذا غير المسلم لن يأمر بما يحقق مصلحة الدين ولا بما ينفع المسلمين. فالله سبحانه وتعالى قال منكم وأولي الأمر منكم، يعني الطاعة لولي الأمر المسلم هي هذه مصلحة عظيمة تتحقق بها، يتحقق بها الأمن ويصلح بها المجتمع وينصر بها المظلوم ويدفع بها العدو. فلا بد إذن نظير قيام ولي الأمر بهذه الأشياء وهذه الواجبات كلها من أن تكون له الطاعة على من ولي عليهم. فإذا أمر بشيء لمصلحة الناس، لمصلحة المجتمع، مكان مثلا من الأماكن فيه سرقات، فيه معاصي، فيه كذا، فأمر هو بإغلاق هذه الأماكن أو بتحويل السكان من هذا وهدم هذا الحي، لا بد من طاعته، لأن هذا يحقق مصلحة المجتمع ويقضي على الفساد. فعندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، عندما نزل أمر الله والنبي عليه الصلاة والسلام أكده بين الناس، استجاب الناس لهذا الأمر. ولو أن الناس لم يستجيبوا له والعياذ بالله لما ثبتت الأحكام ولما استقرت الحياة ولما أمن الناس على حياتهم، لظلوا في غيهم. لكن هذه الأحكام وهذه الشريعة جاءت لمصلحة الخلق، كما أنها عبادة لله تبارك وتعالى وطاعة له، إلا أنها أيضا في الجانب الآخر لمصلحة الخلق. مصلحة الخلق لا تتحقق إلا بمثل هذا. الله سبحانه وتعالى هو أعلم بما يصلح خلقه، لأنه هو الذي خلقهم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا الشرع لأنه أعلم بما يصلح الخلق.